كما أكد رئيس جمعية المصدرين المصريين المهندس خالد الميقاتي، أكد أنه تم الاتفاق على إقامة مصنع للمحاليل الطبية في موريتانيا بقيمة 10 ملايين دولار. والمعرض لا يهدف ليس فقط لتنمية التبادل التجاري، ولكن لخلق فرص استثمارية سواء في مصر أو في الدول الأخرى. تم الاتفاق كمان على إقامة مصنع محاليل في موريتانيا بقيمة 10 مليون دولار. فاحنا من اللقاءات الصناعية والبعثات التجارية مش بس بنهدف لتنمية التبادل التجاري، لا بنهدف برضو لخلق فرص استثمارية سواء كانت في مصر او في الدول المعنية بذلك. نهدف ان السنة الجاية لو ربنا اراد ان احنا يبقى عندنا حجم دول اكتر من كده، نصل للمعرض ده زي ما كان في التسعينات، كان معرض قائم على الدول ومنتجات الدول. فده اللي احنا عايزين نوصل فيه بالتعامل مع الهيئة، ان احنا يبقى بنتكلم في 50 دولة السنة الجاية، مش بس افريقية وعربية واوروبية وامريكية، عشان احنا عايزين نصدر للعالم.